قلت ما بداش بقى، بلاها محمد هاني وبلاها وليد العيسوي. قمت مكلم محمد الأمين شخصيا، ألو، كلمت، قعدت أتكلم وهو يسمعني، أتكلم وهو يسمعني، أتكلم وهو يسمعني ساعة وسبع دقايق كده. قلت الراجل ده حاجة من اتنين، يا إما عنده صبر كبير قوي يا إما الخط اتقطع. قلت له يا باشمهندس، يا باشمهندس أنت معايا ولا إيه؟ قال لي أنا معاك، أنا معاك، بس طول ما أنت بتتكلم عمال أفكر مين الناس دول اللي بتكلمني عنهم، هم معانا في السي بي سي؟ قلت له ها؟ قلت له أيوة دول البرامج. قال لي لا 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 دول مجانين خالص. قلت له آه. قال لي نصيحة مني، ما تطلعش في ولا برنامج من دول، وطلب أخوي بلاش تعمل برنامج بتاعك في محطتنا علشان أنا مش ناقصك أنت كمان بصراحة.